السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم خير، وش نسوين وش علومكم؟ اليوم جايب لكم لعبة Just Cause 3. اللعبة هذه نزلت قبل فترة بسيطة، ولعبة تخيلها مثل GTA أو Grand بس مجنونة أكثر، فيها تفجيرات أكثر، فيها أشياء خرافية أكثر. خلنا ندخل وإن شاء الله تعجبك. يا حبيبي يا ريكو، يا حبيبي يا ريكو، يا لب قلبك يا شيخ. صواريخ عرض جو، يبغانا نفجر الأشياء هذه الجميلة. اول شيء قبل ندخل زياده، ايش رايكم في اللغه اللبنانيه او اللهجه اللبنانيه في الموضوع؟ احس اللهجه اللبنانيه غريبه صراحه مره. شفت لما قلت لكم انها نفس جي تي اي بس نظام فجر؟ هذه اي نظام الحين. اول شيء اول مهمه فما تحكي ابدا على يا حيوان، لا تطلق علي ورع. يا اخي ما والله مستحيل تجيب الطياره هذه. لو سمحت ابغى اجيب طيارة. لا يا بطل، الله الله، اهبط في الكهف. احسن لك ما تموت يا ريكو. ماني ميت، لا تخاف يا بطل يا صديقي، ان شاء الله ماني ميت. سبيس باراشوت، الله الله يا حبيبي. ماوس 2 اطلق الخطاف. باين ان اللغة العربية ما كانت مخطط لها من قبل. تقدر تعطيه الخطاف زي كذا وتعطيه الخطاف مرة ثانية وتفك البرشوت، ويعيني عليك يا بطل. طبعا ما تقدر تركض في اللعبة، فمالك الا انك تطير زي باتمان. استنى طيب يا اللي بتحتاج المساعدة، لحظة شوي. طيب استنى يا بطل، في هنا بزوكا تستهبل انت؟ اروح اجي اخلي البزوكا هنا؟ لا ماني الميليشيا هون، خلص عليهم. لا ما تخوينا الى نوم القهر. اول مهمه ونزلنا فيها. وات رام 2 بسرعه، يلا انا جاي جايك يا بطل، ما نخليك تموت هالمره. الميليشيا هون، خلص عليهم. خلص على ابوهم بعد يا بطل، استنى شوي. الميليشيا ماتوا يا ماريو يا بطل يا صديقي. تعلمت لك كم شغله من وقت انا فليت. ايه وانت كمان ابدا. مين رايك بفعلي اللغه تنتبه على حالك؟ ما ادري اللهجه اللبنانيه مين رايك تركها في بالي يا عيال. مجنون، شفتك لما كنت جاي بالطياره وكان شكلك زومبا 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 زومبا. اجل كان شكلك رائع. مبسوط اني زومبا هذه. بس بالمناسبة اللعبة هذه ابدا ترى ما تاخذها بجدية، ابدا ابدا ما تاخذها بجدية، مستحيل تاخذ اللعبة هذه بجدية. يلا بنقضي على امهم بعد، بس اصبر. قلت لي اركب دبابة صح؟ لحظة يا ولد، لا تطلق علي. قوم ام العيال، انقلع مع السلامة. ضف وجهك ودع الملاعب. اوكي انا اتوقع اني فجرت شيء. اوكي اتوقع اني بقى احد حتى. طيب اخوياي حاصروها بالمزرعه. اخوياي عاشوا. ديما جتنا ديما يا عيال. مين ديما؟ مطلوب مساعده. هنا هنا اهبط زين، اهبط زين يا ابوي. اوكي ما اعرف اهبط. جيب هذا. اوه لب العيال. لا لا بس انا ابغى هذا السلاح. بتكون انت الدعم. الو بيبي الو. رشاش ما يخلص. وين رايح يا ابو فتحي؟ انت اسمك كانك بس. هلا كابتن حقي. شكله كان فجر الهليكوبتر حقتي. سيارات من الفيلم. هي 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 هي. هجرنا امه من الزبده. بقى احد؟
يس. ايه هيدا بيوصلك دغري للمركز. انا لاحظت ان الصوار ضعاف بالقفز فوق البوابات، يمكن اكلهم دسم شوي. مكثرين مفطح طول عمرك. انا بعرف يا شباب انكم قضيتوا كتير، هيدا الجهاز رح يخليني دمر المركز من دون ما استعمل رصاصة واحدة. الله عليك، الغمزة في النهاية بعد. عطيهم، اضغط ماوس 2 بدأ تشغيل الحبل. 100% انا راح ادخل. You suck. انا اسف يا سعادة النقيب طيار فيصل احمد خالد. عرفت عرفت. كذا ما كذا. الله عليك يا ريكو يا بطل يا مغوار. شوف شوف شوف، علق هذا في واحد، هذا اسحب امه. اوه الرعد. هي هي يا حبيبي وش سوينا؟ اوكي يا وزز، انا شفنا وقت مناسب نوقف هنا فيه. اتمنى ان عجبتكم اللعبه واتمنى عجبكم المقطع. حابين تشوفون مقاطع زياده الجت كوز كذا بس تقعد نعوس وندور وما ادري ايش نسوي، اعطوني خبر وكسروا ام اللايك عشان اعرف، واكتبوا لي تحت في الكومنتس وش رايكم في اللعبه، تحسونها حلوه ولا لا. انا الشيء الوحيد يمكن اللي مو عاجبني فيها، اوكي العربي رهيب بس اللهجه ما احس انها جديه ابدا، لو انه مصري كان ممكن ابتسم وانا قاعد العب. اتمنى ان اعجبكم المقطع، اللي ما اشترك في القناه لا تنسى تشترك، وبشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. تيك كير، كيب سمايلينج، السلام عليكم.